سلام سلام، الحلقة ديال البارح شنو فين خليناها؟ صافي يا هند، خرجي غادي ندير لك دارك بوحدك، وغادي نفعل لك وغادي نترك لك العار لما رجعي. انا صافي ما راجعاش، ما كنحملش فيك الشارة، وصبري تقادة ولد الناس. هنا تخيلوا معايا، غيبدا تيبكي قسما بالله، غيتحنا لي على رجلي يبوسهم لي ويطلبوا يزاوق. مو عمتي تيقولوا لي واش ما بقاش فيك يا هند، واش ما حنيتيش فيه؟ راه باز ما بقاش فيا، حيتاش انا كنت تنبكي وما كانش لي يحس بيا. كتقول هند ما بغيش نرجع، وبقيت 6 شهور في دارنا، كل مره تيصيفط لي الناس حتى عيا وغادي يستسلم. واحد المره قلت ليه شوف غادي نديرو طلاق اتفاقي، غير طلقني وانا مسامحه ليك في كل شيء، حوايجي ما بغيتهمش، بغيت غير الطلاق، واذا ما بغيتيش غادي نديرو طلاق اشتقاق وناخد الحقوق ديالي منك. قال لي صافي واخا، اذا هادشي اللي بغيتي ندفعوا لها الطلاق. بقيت متبع الامور في المحكمه. واحد النهار جيت انا وبا، هو جا هو واحد الراجل اختو، والقاضي غادي يسولني علاش بغيتي تطلقي، ها علاش وها علاش، وراني تزوجت بلا عقد عامين قبل وعاد كتبنا، وسيد ما تهلاش فيا وزقرموها شنو تيدير ليا. داك القاضي واش عرفتو شنو دار ليه؟ بهدلو واحد التبهديله اللي خلاه حاني راسو. قال لي ما حشمتيش، هاد السيد عطاك الكبده ديالو اغلى ما عنده، وثاق فيك باش انك تهلا فيها، وعطاها لك بلا عقد امانه، راه ما غاديش تلقى بحال هاد الناس وبحال هاد النيه. المهم سمعوا الهضره مزيان وطلقنا وسالينا، وانا ذاك كان في العمر ديالي 19 سنه. كل واحد غادي يشد الطريق ديالو ومشى بحاله. وياه على راحة اللي حسيت بها داك النهار، حسيت كاني كنتنفس من جديد، بحال تزاديت من جديد، وليت كنفرح بكل شيء وكنحضر لكاع المناسبات ديال العائله، بحال خرجت من الحبس. واخا والديا كانوا ضاغطين عليا ما تخرجيش ما تفعليش ما ديريش، وانت مطلقه وممنوع تمشي لشي بلاصه ولا ديري شي حاجه، انا ما مسوقاش. المهم عندي انني كنت فرحانه وكندير حجابي وتلبس الجليبه ديالي وداخله سوق راسي، واحد الراحه اللي كانت من جديد كنت فقدتها. من بعد غادي ندوز عام في دارنا وانا مرتاحه، باقا كنحس بحلاوتها اللي حد الان في لساني، كنت كنضحك وكنشط وما هز حتى شي هم، وكان تيجي يخطبني شحال من واحد، ولكن بسبب تجربتي الفاشله الاولى كنت مطردده، اللي جا كنرفضو، وطلبت من عائلتي انهم يخليوني نخدم، ما بغاوش وقالوا لي لا هند انتيا ماشي ديال الخدمه، انتي غير غادي تكرفسي. ايوا عافاكم خليوني ندير غير شي فيزا نمشي على برا. لا ما عندك ما ديري في الخارج من غير انك تجلسي في الدار وتسناي اللي غادي يجي في نصيبك. ما عندهمش الفكره ديال انه البنت دير شي حاجه في حياتها ولا تخدم، كاين غير الزواج فقط، هذاك هو الحل الوحيد. المهم جلست في دارنا حتى لواحد النهار، واحد السيد ما تنعرفوه ما والو غادي يعيط وغادي يسول امي واش كاين مول الدار فلان. اييه كاين، دوزاتو ليه ودار معاه، جاو دخلوا با وحطينا اللي قسم الله. غادي يقول بابا راني جيت من واحد الشركه ديال الاتصالات على قبل واحد الريزو بغينا نديرو هنا، واذا وافقتوا ليا غادي يكون عندكم تعويض وغادي تستافدوا وبزاف ديال الهضره. قال لي با صافي واخا، دابا نهضر مع مول الارض اللي هو جدي، واذا وافق راه ماشي مشكل. با مسكين تاق فيه وعطاه ودنيه، بدا الاخر عبر ليا الارض، لا عطاني هاد العقود، لا عطاني دير لي هاد الفوتوكوبي ديال لاكارت، لا دير لي هادي، وغادي تعطي واحد 300 درهم اللي غادي ندير بها هادي وهادي وهادي وهادي. با ولا العائله ديالي هما الناس اللي غير دراو شونيه، واللي نسيت ما قلت لكم بلي انا النهار الاول فاش جا هاد السيد وشافني انا تسخرت عليهم، قال با واش عندك شي وليدات، وعطاه معلومات عليا، وقال لي الاخر تزوج بواحد بنت الناس ما تفهمناش، ويلا طلقت، ودابا انا خدام في هاد الشركه الفلانيه وساكن في هاد المدينه الفلانيه، والدي راه مطلقين بيا، وكل واحد فيهم ساكن بوحدو، عمتي هي اللي قراتني وكبرتني، وانا دابا ناوي انني نتزوج. فاش طول معاه في الهضره قال ليهم اذا بغيتو انا ما كرهتش نتزوج بهند على سنه الله ورسوله اذا قبلتو بيا. با قال لي شوف فلان اذا تفاهمتوا مع بعضياتكم انا ما عندي ما نقول غير الله يسخر ليكم. العائله فاش سمعوا هذه الهضره قالوا لي هذا هو الشخص اللي يصلح ليك، سيد مزيان وخدام وبمستقبله وبدارو بوحدو وما كاينش مع عائلته، وغادي ترتاحي معاه وغادي تفهموا. السيد خدا النمره ديالي واتصل بيا وهضرنا، وقلت صافي الله يسخر ماشي مشكل، يعني التفكير ديالو وعقليته زوينه وكيهضر زوين، قلت هذا هو الراجل. اتفقنا باش انه يجيب والديه ونتعرفوا عليهم اكثر، وديك الساعه نشوفوا ربي شنو قال. قال لي واخا. من بعد شي يامات غادي تموت جده الله يرحمها، وديك عمتي اللي ساكنه في المدينه فين كاين هو قالت لي اجي عندي، راه الناس تيجيو باش انهم يعزوني وما كاينش اللي يجلس معايا هند، وهي كانت خدامه قالت لي اجي تعاونيني. فعلا مشيت لعندها وطلبت مني النمره نتاع داك السيد باش انا ادوي معاه هي شخصيا. قالت لي اجي يا فلان انا عارضه عليك على العشاء اليوم، اجي تعشى معنا هاد الليله.
ونهضروا مع بعضياتنا ونتعرفوا عليك. صافي واخا انا غادي نجيك هانيه. درنا وقيته ومشينا تقدينا وجدت العشاء وصايوت الحلوه وما خليت ما درت وجدت طبله وبقيت كنساين هذا السيد باش انه يجي. كنتسناو كنتسناو السيد ما جاش. تسنينا حتى نصاصات الليل وعيينا تعشينا والسيد والو مازال ما جاش. الصباح كنصوني عليه التليفون ديالو الطافي تيجاوبنيش النهار كامل، خبره مقطوعه حتى وصلت العشيه معطله. غادي صيفط ليا ميساج سلام سلام فين هاد الغبره خويا، واش هانيه شنو طرا ليك واش وقع لك شي حاجه؟ لا حقه ما حقه، راني درت كسيده البارح فاش كنت خارج لبست وتقاديت وانا جاي لعندكم درت كسيده وترست من رجلي وانا دابا راني في السبيطار. واخا سيدي قول لي اش من السبيطار هذا نجيو عندك دابا نشوفوك. لا هند انا ماشي في نفس المدينه، انا درتها في هنايا ولكن جابوني البلاصه الفنانيه حيتاش بنت عمي طبيبه والقنوني نتعالج تما. واخا سيدي ما كاين حتى شي مشكل، على الاقل صور لي غير شي تصويره ديال رجليك نشوف كيفاش بقات. لا لا ما كاينلاش تشوفي رجلي، دابا نبرا ان شاء الله ونشوفو. جاتني القضيه غريبه وحسيت بلي انه بحال هذا السيد تيكذب، ما صافيش بحال مخبي شي حاجه ما عرفش علاش ناوي. كنت كنقول ما يمكنش، علاش غادي يكذب وعلاش غادي يمثل الزواج؟ كنت كنحس بلي انه تيكذب ولكن تنقول لا ما كنظنش. الدماغ تيقول هضره ودماغ تيقول لي هضره، لكن احساس عميق بلي انه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. من بعد ما دوزت 15 يوم عند عمتي رجعت للبلاد عند والديا وبقينا كنتسناوه. دازت شهر هاو واحد العشيه كيصوني ليا باش يقول لي انا جاي باش اننا نتفقوا على كل شيء. جا عند با وتعشى معانا وجلس مع با وجدي وهضروا وقال لهم دابا انا راه ما عنديش الوقت، داكشي باش غادي ندير كلشي في دقه، نجيبوا العدول ونديروا ضريب الصداق ونجيب العائله ديالي في نفس الوقت، حيتاش قالوا لي الله يسخر لك حتى دير نهار ونجيو معاك. قال لي انت هين دير قاد دير الوريقات ديالك باش اننا نجيبوا العدول للدار ونجمعوا العائله، حيتاش انا كنت قلت ليه بلي انه ما بغيتش ندير لا عرس ولا حتى شي حاجه، بغيت غير الجمعه ديال العائله اللي هي قريبه ليا. اتفقنا، رجع في حاله وقال لي غادي نجيب لك صداقك وغادي نديرو غادي نديرو. السيد كل مره تيصور ليا هانا شريت لك هادي، هانا خديت لك هادي، انا تقديت لك هادي، شريت لك تليفون فلان فلاني، شوفي واش هادي عجباتك، واش هادي غادي تجيك في رجلك. الحياه السعيده وكل شيء هو هذاك. اتفقنا انه غادي يجي واحد النهار اللي هو الجمعه وهو بنت عمته باش نتقداو بهذه، وعرضنا على الناس والعائله ديالو باش انه نديرو ضريب صداق نهار الحد. اتفقنا على هذا الاساس وبقينا كنهضروا انا وعائلتي، مشينا حطينا التقديه في دار عمي، قديت الحلوه وكل شيء وما خليت ما طيبت وما خليت ما وجدت وشحال خسرت وصرفت. وفي نفس الوقت راه كنا كنهضروا في التليفون ويقول لي ما ديريش هذه ما تشريش هذه حيتاش غادي نجيبوها معانا. عمرنا التمر وجدت الفاكهه وبقينا كنهضروا حتى الليل على اساس بلي انه راه غد ليه هو جاي هو وبنت عمته. حتى بغيت نعس وهو يقول لي هند بغيت نقول لك شي هضره. شنو هي؟ انت يا بنت الناس وعمر ربي ما غادي يخيبك، وعلاش هاد الهضره بالضبط؟ لا غير بغيت نقولها لك وصاف، انت يا بنت الناس وعمرك ما غادي تخيبي وسمحي لي عافاك. حدو هاد الكلام اللي قال لي وقطع لي التليفون. كل واحد فينا مشى نعس، غادي نعس حتى الصباح حتى نصوني ليه كنلقى التليفون ديالو طافي. كنصوني على ديك بنت عمته اللي عطاني النمره ديالها واللي كندوي معاها على اساس انها بنت عمته حتى هي تليفونها مطفي. شنو طاري سيد شنو واقع ليه؟ شنو هادشي؟ ما عرفش باش تبليس. المهم طيبنا وجدنا وبقينا دابا ودابا يجيو ودابا يجيو. النهار كامل ونحنا كنتسناو السيد مقطوع اخباره نهائيا وما كاينش حسو، وانا عارضه على العائله وموجوده ومقديه وجدت حتى من الوراق وهضرنا مع العدول تقنا به، ورغم اننا ما كنعرفوش العائله ديالو. دابا فاش تنفكر هاد الشيء وهاد التفاصيل كامل تيبقى عندي واحد السؤال ديال علاش دار معايا هكاك وشنو كان الهدف ديالو من الاساس؟ واش ينصب على العائله ديالي في الارض ديالهم وتندم معاه الحال؟ ما عرفش علاش قال لي عمرك ما غادي تخيبي. المهم كان اكيد انه ناوي شي حاجه خايبه ربي لطف بيا. داك النهار مازال اللي كنا كنتسناو فيه عرفناه بلي انه غير تيكذب، حيدت النمره ديالي وهرستها ورميتها وطويت ديك الصفحه. بديت كنعيط على كل فرد من العائله اللي كان معروض وتنقول لهم راه ما كاين والو، ما بقيناش غادي نتزوجوا حيتاش ما تفاهمناش وفسخنا الخطوبه اللي اصلا مازال ما دارتش. ويا شحال حشمت انني نعيط على الناس ونخبرهم بداك الشيء، علاش حتى شي حاجه ما كتصدق ليا؟ لا خطوبه الاولى ولا ثانيه ولا الزواج، حتى قلت لقيت اللي كنتمناه وقلت واخيرا غادي نستقر مع انسان اللي هو مستقل وغادي نعيش حياتي اللي هي سليمه. علاش كيوقع ليا هذا الشيء؟ علاش ربي؟
بنت ديك الليله كلها تنبكي بديك الفقصه والشوها. لا غد لي تعيط ليها لوسختي باش يقول لي راه شي ناس هند بغاو يجيو يشوفوك، وداك الراجل اللي بغى يشوفكي كان جا واحد النهار دوا مع باك، ولوسختي انا داك كنتلاقى به دوا معاه وقال لي راه بغيت نشوف بنت السي فلان. وهاد السيد شكون جابو؟ جابو العم ديال الطليق ديالي، وقال لي راه كاينه واحد السيده تلقى واحد ولد خويا اللي الله يعمرها دار ودرويشه، ولكن ولد خويا هو اللي ما كانش مزيان. فكان جا وسول فيا وتلاقى به وقال ليه با راه البنت صافي عطيتها وعطيت الكلمه لناس وحده اخرين. رجع في حاله داك السيد وخلى المراه ديالو لداك لوسختي، قال ليه اذا هاد البنت فسخات الخطوبه ديالها ولا طرا شي مشكل ما بيناتهم عافاك اتصل بيا. شد النمره فعلا وبقى هويا على تواصل، وهذا السيد كان تيمشي مره لاوروبا. المهم داك النهار فاش لوسختي ساق الخبار مشى عيط على داك السيد وقال ليه اذا بغيتي تشوف البنت اجي تشوفها، حيتاش ما بقى والو من داك الشيء ورافسخوا الخطوبه اللي ما كانتش اصلا. غيجي داك السيد هو اخته ولقاو باقا العائله مجموعه كيواسيوني، كنا في دار جدي وجا السيد باش انه يخطبني. انا حسيت بواحد الضغط وتخربقت وما عرفش شنو غادي ندير. جو كان كبير في العمر ما تصدموش، ولكن كانت عنده 50 سنة وخدام في اوروبا وقريب لطليقي، بمعنى انهم كانوا ساكنين حدا بعضياتهم. جا السيد ولقى العائله مجموعه وهضر معاها، وسبحان الله داكشي كامل اللي وجدته باش انني نحطو لهادوك صدقت حطيتو لهذا واللي معاه، حطيت كاع داكشي اللي كنت موجوده ودوا مع العائله ديالي. انا لذلك كنت مضغوطه ومعصبه وما تنفكرش في الزواج، بغيت غير نرتاح لانه نفسيتي كانت مريضه. كنت كنفكر في عائلتي على الشوهه اللي درت ليهم وكلشي كيتعكس ليا. بداو تيقولوا لي غير تزوجي غير باش انا نغطي ديك الفضيحه اللي دار ليا الاخر. واحد ولد عمي بما حتى هو في اوروبا دوا مع هذا السيد وقال لي راه باين الله يعمرها دار وشرب عقله غير تزوجي به. قلت ليه لا خلوني بحالي الله يهديكم راني ما بغيتش نتزوج. قال لي لا راه السيد مزيان ودرويش وبالطوموبيله ديالو وخدام في اوروبا وغايديك ويصايب لك الوراق ويدير لك ويفعل لك ويترك لك. لا انا ما بغيتش. مشاو رجعوا في حالهم وانا رجعت عند بال دارنا حيت كنت في دار جدي. غادي يعطيو النمره ديالي ودوا ليا، قال لي كان وعدك غادي تجلسي 7 شهور بلا حساب في دارنا مع امي واختي وما يخصك حتى شي خير، غير نقاد ديك الامور ديالك وغادي نديك. انا غادي نتهلا فيك، بغيت ندير داري ولادي وراني عييت من الدوران، بغيت نرتاح نستقل نجمع راسي، اذا قبلتي ما غادي يخصك معايا حتى شي خير. كان وعدك يا بنت الناس هند 7 شهور ما غاديش تفوتيها، والديك سري عندهم وقت ما بغيتي ما غاديش نحبسك عليهم. بقيت تنفكر حتى عييت وقلت ليه لا انا ما بغيتش نتزوج، هذا هو كان القرار ديالي. ولكن فاش رفضت العائله كلها تعصبت مني وتقلقوا، وداك ولد عمتي قال لي انت غير كتفلاي وضيعتي السيد اللي الله يعمرها دار والسيد خدام وبالخارج وبطوموبيلته الى ما اخره. مرضوني في عقلي، رجعت عيطت على داك السيد اللي حياتي ما بقاتش ديالي. قلت ليه شوف فلان راني فكرت مزيان وراني موافقه غنتزوج بك. قال لي صافي انا كان وعدك ما غادي يخصك معايا حتى شي خير. جاب مو خواتاتو درنا الخطوبه وتكتبنا، وتخيلوا معايا دوك الوراق اللي كنت صايبت باش انا نتزوج بالاخر هما باش تكتبت مع هذا. اي حاجه كانت غادي دار مع الاخر تكتبت مع هذا السيد، وكلشي تيقول لي العروسه فوق الكرسي وما عرفت فين ترصي. داكشي داز بالزربه، ما عرفتش فوقاش تزوجت، تحس ضغط رهيب شخص كبير عليا وبزاف. انا طالعه في 20 سنة والسيد في عمره 50 سنة، فرق كبير. وقلت ماشي مشكل، هذا السيد هو اللي غادي يحن فيا، هو اللي غادي يلقى فيه شنو بغيت، هو اللي غادي يعوضني على شنو اللي فات. غير اذا تهلا فيا وارتحيت معاه ماشي مشكل فارق ديال السن. درنا العقد وداني معاه عند العائله ديالو حيتاش دارو باقا مازال خاويه ما مفرشاش. جلسنا 15 يوم بيد ما هو رجع لاوروبا وانا رجعت لدارنا، بيد ما وصل الصيف اللي فيه غادي يجي وغادي نديرو العرس. فاش رجع في حاله بقينا كنهضروا في التليفون، وتخيلوا معايا هنا كنكتشف بانه السيد شخصيته صعيبه بزاف، وتنقول لي يا ربي شنو درت وفي شنو طحت وفي شنو ورطت راسي عاوتاني. لقيت السيد تيشك بزاف وشخصيته نرجسيه، واي حاجه قلتها ليه تيقول لي لا ماشي هي هذيك، وتيشد معايا الضد فيها. لا ما غاديش ديري هذه، انا دابا راجلك عافاك، راه بغيت نمشي مع ماما للسوق. لا ما غاديش تمشي، واذا بغيتي تمشي نعيط لاختي تجي ديك تاخذي اللي خصك. وفاش يقولها لي راسو تيقول لي سيري عند مالين الدار. واحد النهار كان عرس ولد عمتي وكاع العائله حاضره وكلشي كيوجد، وعمتي كتعيط ليا اجي هند عاونينا اجي صايبي معنا الحلوه. هو قال لي راسو يقول لي سيري للدار عند امي. وعلاش؟ خليني ندوز غير العرس ونسالي نمشي لعائلتك. لا غادي تمشي هي غادي تمشي، شوف اذا ما حضرتيش لذاك العرس.
السيد لقيتو معقد ومزير، راه وليت كنقول غير يا ربي وشنو درت، ديما مناقشين ومناقرين بزوج. تنبكي تيبدا كيقطع ليا التليفون، كلمه زوج تيقطع ليا فوجي وتيخليني مفقوصه والليل كامل وما تنعش، تيبقى يراقب ليا في الواتساب فوقاش دخلت ليه فوقاش خرجت منه ومع من دويت، وما نحلو حتى يجي هو من الخدمه ويدوي معايا. بقيت متيسه معاه ما عنديش حل، كنحاول انني نكسب الثقه ديالو وغادي غير بالحيله، وتنقول ليه اي حاجه بغيتيها انا غادي نديرها، انا موافقه عليها، والا ما بغيتيش ليا حتى التليفون نحيدو كاع، ما عندي ما ندير به، الباب اللي جيني منه صداع نسدوه. بديت معاه من الزيرو، وكل مره كان تيصيفط ليا باش انني نمشي نشري شي حاجه ونحطها في دارو كنوجدها. فاش قرب يجي الصيف بقيت عند العائله ديالو كنوجد فارسي في دارهم، ونمشي لدارنا عاوتاني نوجد، وبقيت غير في الشغالات حتى طيحت كيلوات بزاف وما مرتاحاش. ها هو جا ودوزنا ديك المناسبه على قد الحال. نسيت ما قلت لكم بلي انا فاش تكاتبنا وقسم بالله حتى عطاني في صداقي 500 درهم، سكت وقلت الله يخلف هانيه دابا يحن مولانا، دابا اللي عطى الله عطاه. المهم دازت ديك الليله ومشينا لدارو واستقريت معاه انا واختو امو، وبدات الحياه معاه وانا صابره. السيد مشكاك رجع في حاله، وكانت المراقبه المستمره ديال ما تخرجيش ما تدرجيش ما ديريش وما تفعليش، ما تمشيش لداركم حتى نجي انا عاد غادي نديك. كاع اللي قال لي وعدني بيه قبل الزواج ما شفت منه حتى شي حاجه، كاع اللي تقال تماما العكس ديالو هو اللي كان تيدار. انا ما كنتش كنبين لدارنا بلي انا كاينه شي حاجه، تنبان لهم بلي انني فرحانه ومرتاحه وما خصني حتى شي خير. بقيت صابره معاه في نفس الحاله، وهو فاش تيمشي كان تيطول، تخيلوا معايا تيضرب عام عاد تيجي. بديت كنفكر شنو غادي ندير، عرفتي شنو غادي نحمل، وربما السيد يقدر يتبدل لي دجا في ولادو يولي واحد اخر. بديت كنحاول معاه حتى كسبت الثقه ديالو وبدلتو واحد شويه. فاتت فتره نتاع كورونا، جا جلس هنا 7 شهور وكان كيهز التليفون ديالي ويخرجو معاه مع بزاف ديال التفاصيل، وعاد قدر انه يبقى يثق فيا. من بعد حملت ودازت حملتي صعيبه، ما حملاش الدار ما حملاش الماكله، قلت صافي غادي نولد وغادي يصايب لي الوراق وغادي يديني معاه. كل مره تنقول ليه فين هي 7 شهور باش وعدتيني، لا راه غادي نديك غير الظروف غير مازال ما كتبش. بلا ما نعاود لكم على مشاكل موختو اللي كنت كنحلي لهم الراس وكنسكت وكنصبر لهم بزاف، وكنت كنصبر لبزاف ديال الحوايج ونقول ماشي مشكل، اللي من نهار حليت عيني وانا نقولها كنت نشقى عليهم ونطيب لهم وندير لهم اللي بغاو، وكل شيء تيعاود عليا غير الخير. مقابله الدار وهز اختو وامو اللي هي مرا كبيره ومقابلاها بنقاها وشاده ليها الخاطر، وانا ما كاينش اللي يدير لي الخاطر، وقصتي الاولى كتعاود عاوتاني من جديد. انا نحترم انا نصبر وانا نسمح، داري ديما عامره بخوتو، المناسبات ديما محمره لي وجهو، احسن ما كاين في الماكله كنطيبها. ما خليت ما درت معاه، كلشي تيقول فلان هو اللي مزوج وسعدات فلان بهند. المهم قلت لكم بلي انه غادي نحمل، وكانت حملتي اللي هي صعيبه، وكنت غادي نولد والسيد ما كاينش معايا، كنت بوحدي. داوني لويسات السبيطار، ولدت في السبيطار تاع الدوله اللي دازت عليا فيه واحد التكرفصه ما نساهاش، تكرفصوا عليا بمعنى الكلمه، دوك الفرمليات اللي الله ياخذ فيهم الحق ما غاديش ننساها لهم. دازت ولادتي صعيبه واخا كان ميسور، ولدت في سبيطار الدوله، ولدت واخيرا شفت بنتي وطلعت لبيتي اللي فيه العيالات اللي حتى هما والدين، وكل وحده تيجي عندها راجلها اللي كيبوس لها على راسها اللي كيجيب ليها معاه شي حاجه، وانا راجلي ما كاينش معايا، وشحال بكيت وتمنيتو معايا واحتاجيتو ولكن ما جاش. خرجت من السبيطار ومشيت للدار، وخواتاتو هما اللي كيتحكموا وكيديروا ما بغاو وكيعرضوا على ما من بغاو. داز واحد اسبوع بعيدا على شنو كنت بغيت ولا شنو طلبتهم عليه، كانوا كيطيبوا اللي بغاو ويحطوا اللي بغاو، ناكل ما ناكلش ما مسوقينش، ما كاينش اللي تهلا فيك ويدير بحسابك شنو تاكلي ولا باش تنفسي. بقيت انا وبنتي اللي هي اللي غادي تعمر لي عليا حياتي وغادي تنورها ليا. تدات بنتي 5 شهور وبدات تضحك وبدات شي شويه تشد فراسها، عاد هو جا دوز معانا 2 شهر ورجع بحالو. باختصار مفيد بزاف ديال الاحداث اللي ما كيلاش انا نعاودهم، لكن الاساس راكم فهمتوه. اليوم 7 سنين ديال الزواج وانا مع هاد السيد، من بعد ما وعدني ب7 شهور اننا ما نفوتوهاش. دازت اليوم 7 سنين وبنتي كملات 4 سنين وانا باقا مع العائله ديالو، ومازال ما دانيش وكيغيب عليا بعام و6 شهور ولا 7 شهور عاد كيجي. من ناحيه الدار ما نكذبش عليكم، ما مخصصنا من والو، واكله شاربه وما مخصص بنتو حتى شي حاجه، موفر لينا كلشي، ولكن انا مرضت وليت كنحس بصحتي كضيع، ما بقيتش مرتاحه، ما انا مزوجه ما انا مطلقه. عييت من عائلتو، والدار اللي ما كتخواش ديما كنطيب وكنغسل وكننقي بحال شي خدامه، تنقول لي حتى لين هادشي انا راني عييت،
تيقول لي غير زيدي صبري، راه غير القضيه تعكسات ليا، راه غير هذه، راه غير هذه، غير تيعطيني في الاعذار وما عرفت لا نكذب ولا نتيقو. ما نكذبش عليكم اخوتي، مؤخرا وليت كنفكر في الطلاق، ولكن ما نقدرش نفكر في الطلاق للمره الثانيه، خصوصا انا وعندي بنتي. ما عندي فين نمشي، ما قاريه، ما خدامه، ما عندي سالير، دارنا ما يقدروش يهزوني انا وبنتي، ساكنه في دوار. عييت من هاد العيشه، بغيت نزيد نصبر ولكن ما قدرش. سيد كيغيب مده طويله وما تنشوفوش وقاتلني بالاعذار. واش سيد تيكذب ولا تيقول الحقيقه؟ الله اعلم. واخا راه مهلي فيا، وفاش تيجي ما تيخلي ما يدير ليا، وفين ما بغيت نمشي كيديني وكيخرجني وسارينا ويصيفط لينا الفلوس اذا طلبتهم، ولكن بالتخبي على مخته. ولكن انا محتاجه هو كجسد باش انه يكون معايا. عييت نكون اناني بوحدي، حتى اذا بغيت نلهي الوقت ونقلب على شي خدمه ما غاديش يبغي، وحتى البلاصه فين تنسكن ما كاينش فيها شي نادي فين تعلم شي حرفه. الملل ونفس الروتين اللي كنديرو كنعاودو كل نهار. 7 سنين ديال الزواج كتعاود فيه نفس الجمله، صبري يا هند، صبري يا هند، صبري يا هند. ولكن حتى لين والديا محتاجيني انا نصرف عليهم، حيت باعيه واختي الصغيره ما بغاتش تخرج لهم من القرايه وتبعوها للمدينه، مشاو جلسوا في دار واحد عمي ومخصوصين، ولكن ما عندي ليهم جهد باش انا نقدر نعاونهم. وليت كنتعصب على اي حاجه، وجاني القولون العصبي، وكنضرب بنتي واخا ما كدير ليا والو. من بعد كنعنق فيها ونقول لها سمحي لي انت راك ما درتي لي حتى شي حاجه. حتى مؤخرا قلت لي شوف فلان، اختار بين زوج ديال الحوايج، يا غادي تطلقني يا غادي تديني. قال لي صافي غير زيدي صبري معايا هند. علما هاد الشهرين قبل ما يمشي كان جا ولقيت واحد النمره نتاع واحد السيده اللي من بعد ما تزوجت به كنت عرفت بلي انه كانت الخليله ديالو. واحد النهار كنت كنقلب التليفون وكنت واحد الابيل عنده في الواتساب، وهو فاش كيخرج للقهوه يعني كيهضر كيمسح لي زابيل ديال الواتساب ديالو كاملين. ما عرفتش داك النهار كيفاش نصار نمسحش ولا ما عرفتش شنو. المهم فاش قلبت التليفون ديالو لقيت عندي الابيل ديال وحده مسوني يعني. ويعني هي في الواتساب ديالها مكتوبه فيها السميه ديالها. سولت قلت ليه شكون هادي، قال لي ما كنعرفهاش، قال لي ما عرفتيش وحده بهذه السميه. قلت ليه صافي واخا صافي، المهم تيقته. ولكن خديت النمره ديالها وحطيتها في تليفوني انا، سجلتها عندي في التليفون. صافي نسيت هذا الشيء، حتى دابا شي شهرين طاحت لي ديك النمره في التليفون. قلت راه نسول نشوف شكون هاد المراه. وانا نتفكر وحده كنصاحب معاها شحال هادي قبل ما يتزوج بيا، كان هي وياها مع بعضياتهم يعني مكانوش كيتفرقو شحال من عام هما مع بعضياتهم. ولكن حتى هي دابا ساكنة ليه، حتى هي اللي في اوروبا معاه يعني. قلت ربما تكون هي، قلت علاش منسولش، تقدر تكون هي. المهم حديت النمرة شفت السمية اللي فيها ومشيت سولت على سمية الاخرى، حيت كاينة غير من نفس المنطقة هنايا. مشيت سولت على سميتها حتى هي لقيتها نفس السمية، لقيت نفس السمية اللي لقيت عنده، هي نفس السمية ديال هاديك اللي كان كيعرف. قلت ما يمكنش هادشي كامل غير صدفه، قلت مستحيل هادشي يكون غير صدفه. هزيت صونيت عليها جاوبتني، السلام عليكم، عليكم السلام. دويت معها بحال كنعرفها، حيت كون جيت غير نسولها ما غاديش تجاوبني، ما غاديش تجاوب لي شكون هي. دويت معها بحال كنعرفها، قلت لها واش انت فلانه، كديره بخير، هي واش فلانه هادي معايا. قلت لي اه صافي. صراحه ديك الساعه تصدمت، عرفت بلي هي اللي كنت كنعرف شحال من العام هذا. صافي طاحوا لي افكار في راسي، قلت كيفاش وشنو بيناتهم، علاش باقي كيهضر معاها، وعلاش علاش علاش، واش كيخوني، واش هي معاه ليه، واش صراحه شحال من حاجه طاحت لي في بالي. ودخلني الشك، تعصبت وبكيت وتزمت، شدني بمزوي بالاعصاب ومرض شحال من نهار كيما نوم طايحه في الفراش. من بعد قررت باش اني نواجه واحد ما يمكنش نبقى نتعامل بحال ما طرا والو. قلت عليه قلت ليه شنو كاين، شنو كاين الرقم اللي كنت لقيت عندك في التليفون؟ قلت ليا ما كنعرفهاش، صدقات هي اللي كنت كتعرف، وهي اللي كنت مصاحب معاها، وهي دابا شنو باقي بيناتكم؟ قال لي لا ما هضرتش معاها، بقى كيحلف. قال لي شحال من عام هادي ما بقيتش شتا، ما بقيتش هضرت معاها، ما عرفتش لا صونات عليا هي، راه ما رديتش البال انا التليفون، اقسم بالله ما عمري هضرت معاها. وبقى كيحلف وكيدعي في راسو. قال لي الا كذبت عليك بغيت ربي يعطيني كسيده. قال لي بغيت ربي يعطيني كسيده الا كذبت عليك. صافي قلت ماشي مشكل، خليه الا كذب وبقى كيحلف بحال هذا الحلف، وحلف بالله يدبر راسو ماشي مشكل. صافي المهم تعاودنا انا وياه، صراحه تعصبت. صافي مشيت لدارنا، حيت السيمانه اللي فاتت كانت العطله، المهم نزلت من تما مشيت لدارنا، غضبانه. ولكن فاش وصلت عاوتاني لقيت الوالده مريضه والوالد مريض يعني، والمشاكل وكاين
حاجه على ما نشكي فهمتي، ما قلت لهم والو، بقيت تبدا داك الشيء القلوه خمشيت غضبانه وبغى نرتاح بغى نتنفس، ولكن كنت عاوتاني كتلقى الشقه والوالده عيانه والوالد مريض حتى هو، صافي ما قلت لهم والو، ما بغيتش نقلقهم حتى هما، خليت يعني المشكل بيني وبينه. واش نقول لك اختي اميمه، من بعد يومين على داك الحلوف طاح في الخدمه، طرات لي واحد الحادثه في الخدمه، قلت لي شوف سبحان الله العظيم، وربي بين لي فيك البرهان، عرفتي غير سير بالنية. راح من واحد البلاصه هي وهو يتقصح، بقى شي سيمانه وهو مجبد في الفراش، يا قلت ليها من الحلف ديالك، قلت لها شي، ولكن قلتها بيني وبين راسي، قلت لها من الحلف ديالك خرجوا فيك. هادشي اللي كاين اختي اميمه، صافي نقصت في دارنا شويه ورجعت لداري حتى الحمد لله. المهم ما عرفش علاش غادي نصبر، وش من طريق غادي نشد. نصيحتي للبنات من هاد القصه ديالي، النصيحه ديالي للاباء انهم يقربوا ولادهم، النصيحه ديالي للبنات ان كل بنت خاصها تقرا وتعلم وتخدم اول حاجه، يكون عندها فلوسها باش ما تحتاجش ان شي حد يصرف عليها، باش ما تحتاجش ان شي حد يحن عليها، تكون هي مستقله وهي عندها خدمتها وهي قاده براسها، باش حتى الا جاب الله شي ولد من الناس ما تهلاش فيها ولا حقرها ولا تكرفس عليها، تكون شي اللي محتاجه لها اصلا، ما تطيحش هي في هذا الموقف اللي انا فيه، اللي انا واخا بغيت نطلق دابا ما نقدرش نهزر راسي، ما عنديش كيفاش نعيش بنتي، وما نقدرش يعني نمشي لبعضنا ونزيد عليهم انا وبنتي، ما يمكنش، ما عنديش كندير، كنت انا خدامه وكنت انا قاريه وعندي شي دبلوم وعندي شي خدمه اللي نقدر نعول عليها، كنت غنلقاها دابا وغتنفعني. النصيحه ديالي عاوتاني للازواج، النصيحه للازواج اتقوا الله، يعني كل واحد تزوج بشي بنت الناس اتقى فيها الله، في طال الله فيها، ماشي غتجي بشي بنت الناس غتحطها عند والديك وغتكرفس عليها وغتمشي غتخبر عليها وما تزوج فيها، يعني حشومه، حرام حرام، يعني الناس يتعاونوا، الازواج يتعاونوا على المسؤوليه ديال التربيه ديال الولاد. انا بنتي كبرتها بوحدي، ما كانش معايا، ما عمره ما كان معايا، كبرتها بوحدي، دوزت الحمايه بوحدي، ولدت بوحدي، دوزت سهرت عليها بوحدي، وحاليا بنتي كتحماق عليا، يعني باها ما مولفاش بزاف، بنتي كتسطى عليا غير انا، مولفاني بزاف انا، ما تقدرش تعيش بيا بيا. هادشي اللي كاين اختي اميمه، وكنتمنى انك تعاود القصه ديالي للناس، وكنتمنى ان بغيت نسمع يعني الاراء ديال الناس والنصيحه ديال الناس ليا، حيت صراحة عييت من التفكير، عييت من اللي بكا، كنبقى كنبكي كنفكر وكنبكي، مرضت بزاف، وليت نقص ليا الشوف من كثرة البكا، وليت كنشوف غير بنظاظر، وصحتي يعني غير كترجع للور، مكنتش عارفة اش ندير في حياتي، واش نكمل، واش نصبر، مكنتش عارفة واش هاد السيد كيكذب عليا، واش هاد السيد كيقول الصراحة، مكنتش عارفة اش ندير صراحة. وهذه هي كانت حكايتي هند، ولكن صبروا، هند غادي تصيفط لي التصويرة ديالها، وصراحة ما لقيت لها حتى شي تعليق، ما شاء الله. آية من الجمال وبقى صغيرة، صورة اللي صيفطتها ليا مع هاد الشخص اللي تزوجات به أنا ذاك فاش كانت عندها 20 سنة، وهو عنده 50 سنة، اليوم هي عندها 27 سنة، لكن اللي عطا الله عطاه، ما نقدرش نعلق ولا نقول لها حتى شي حاجة، حدي درت واحد ليموجي اللي كيعبر على الصورة وصافي، وقلت لها الله يسامح لعائلتك ووالديك، لأنه نقدروا نعذرو كنتيا لأنه كنتي في سن صغير ورفضتي، ماشي ما رفضتيش، لكن ضغطوا عليك حتى طحتي فخ واحد اخر. انا هنا ماشي باش انا نزيد نكمل عليك هند، هذه رساله ليك، انا ما غاديش نقول لك طلقي منه، ما غاديش نقول لك بقاي معاه، ما غاديش نقول لك سمحي ليه ولا صبري ليه، انا غادي نقول لك بقاي غاديه بالنيه ديالك، وما تقلبيش بزاف اشنو كاين ولا شنو كيدير، حيت الجواب بلا ما تقلبي عليه، نيتك غادي تجيبو ليك حتى لعندك. اذا اليوم جالسه في دارو بقاي جالسه فيها، وما تخرجيش فيها، وما تفكريش في الطلاق، لانه غير غادي يعذبك، ما حدك انت ما مستعداش ليه من جميع النواحي، وهذا لا يعني باللي انك غادي تستسلمي للحاله اللي انت فيها، لا، غادي ديري بروغرام لراسك انت وبنتك، ديروا واحد زوج حتى ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، تلقوا شي حصه ديال الرياضه في يوتيوب وديروها في الدار، تهلاي في راسك لراسك، وديري شي ديزاكتيفيتي مع بنتك باش انك تعمري وقتك، تلقي يوتيوب وتعلمي منه كيفاش تخيطي، راه فيه كل شيء، ما تدفنيش راسك في واحد القوقعه هو بغى يحطك فيها ولا عائلتك بغات تحطك فيها. واللي نوصيك عليه، ما حدك باقا صغيره وعندك 27 سنه حبسي الولاد، والفكره نتاع انه اذا ولدتي غادي تبدل، لا، هذه راه ما كايناش في التاريخ، لانه اللي بغى يتبدل كيتبدل بلا ولاد،
اذا كنتي مره كتعصبي على بنتك بغيت نقول لك بلي انه ماشي مشكل، ما تجلديش راسك، رحنا امهات وما كايناش شي ام ما كطيحش في هذا الاحساس، لكن مزيان تهضري معها، مزيان توعيها باش ما تطيحش في نفس الغلط ديالك. طلبي منها السماحه اذا غلطتي في حقها، غير حاولي انك ما تضربيهاش وصافي، لانه الضرب ما تنفعش وما تربيش، غير تيادي وتكبر في الوليدات العقد. واخا عرفت بلي اننا كبرنا حتى حنايا بالضرب ومره كتزلق لينا يدينا، ولكن هذا لا يعني بلي انك انسانه خايبه ولا ما حملاش بنتك ولا لا. ما تاديش راسك نفسيا، اعطي فرصه لراسك فين تنفسي، فين ترتاحي، فين ديري مواهب، رخفي على راسك، ما تبقيش غير طيبي لهذا ديري لهذا، عندك حقك على نفسك اللي غادي تحاسبك عليه. هذا كان الراي ديالي. غادي نخلي المتابعين الكرام ان شاء الله انهم يخليو لك التعليق ديالهم اللي غادي ينهضوا شي شويه بالنفس ديالك. واللي غنقول لك هو انه تخلي روتين ديال الورد اولا ديال الذكر في اليوم ديالك، ذكري الله مزيان والتجئي لمولانا ودقي لبابه، ما عرفتي شنو غادي يقدر يتبدل. هذه كانت حلقتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. ما تنساوش انكم تخليو تعاليق جميله للهند باش انها تفرحها وتزيد فيها او تعطيها الروح. ودمتم في رعايه الله وحفظ. نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله اولا بعد غدا ان شاء الله. المهم داكشي باش نقول لكم انكم فعلوا الجرس باش دائما توصلوا باي حاجه حطيتها في اي وقت. فدمتم في رعايه الله وحفظه، تهلاو ليا في رؤوسكم، وسلام سلام.